في عملية نوعية اتسمت بالدقة والاحترافية العالية، تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من القبض على عصابة تضم 23 عنصرا. العصابة كانت تقوم بحيازة وبيع المواد المخدرة، وعند تفتيش مسكنهم تم ضبط حوالي كيلوغرام من مادة الهيروين الخام، بالإضافة إلى ملابس مشبعة بذات المادة وكمية من الحبوب المخدرة وأجهزة خاصة بعمل العصابة، وتقدر قيمة المواد المضبوطة بحوالي مليوني دينار بحريني. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير الذي أعدته إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. في عملية نوعية قامت بها إدارة مكافحة المخدرات وأسفرت عن ضبط حوالي كيلو من مادة الهيروين الخام، والكشف عن تحويلات لمبالغ مالية خارج البلاد. تم القبض على عصابة كانت تحوز وتروج للمواد المخدرة في مملكة البحرين بعد 6 شهور من عمليات البحث والتحري التي وصفت بالدقة وتكللت بإلقاء القبض على عناصر هذه العصابة. معنا في الموقع المقدم مبارك بن حويل، مدير إدارة مكافحة المخدرات. المقدم مبارك، كيف تم رصد هذه العصابة وإلقاء القبض على عناصرها؟ وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن في مجموعة من الآسيويين قامت بجلب كميات من مادة الهيروين الخام البحرين، الهدف منها التجارة في المملكة والترويج. فقمنا بالتحري عن مصداقية المعلومة إلى أن وصلنا هناك جدية في المعلومة، فقمنا بإخطار النيابة العامة والجهات المختصة، واستصدرنا أذونات على القبض وتفتيش الأشخاص. وبالفعل حددنا العصابة كاملة، فيها 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية وفيها مجموعة من البحرينيين. نعم. هل تم ضبط أي مواد أخرى موجودة في الموقع؟ تم ضبط بعض الأجهزة التي تستخدم في الترويج، على سبيل المثال المطاحن اللي تستخدم لطحن مادة الهيروين الخام لكي يتم ترويجها في البلد، وبعض الأجهزة الأخرى معها. المقدم مبارك، في إطار الشراكة المجتمعية، هل من نصيحة تحب أن توجهها للمواطن والمقيم في سبيل القضاء على هذه الآفة؟ نطلب من المواطنين أي حركة يشوفونها قريبة أو مريبة أن يتم اختار الجهات المختصة، خصوصا عندنا العمليات 999 والباقي علينا احنا، بس هم يخطروننا واحنا بنتحرى من أي معلومة. هو مو شغل المواطن أنه يتحرى ويتأكد، لكن أي حركة يحس فيها شبهة ولا حاجة يتم الاتصال بالرئيسية ويبلغها بالمعلومات كاملة. نعم. مقدم مبارك بن حويل، مدير إدارة مكافحة المخدرات، شكرا جزيلا لك. مكافحة المخدرات هي مسؤولية مجتمعية، للقضاء عليها لابد أن يكون هناك تعاون ما بين أجهزة الدولة بمختلف أطيافها والمواطن من جهة أخرى. شكرا على المتابعة وتقبلوا تحيات فريق الإعلام الأمني. ولمزيد من التفاصيل يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور مقدم مبارك بن حويل، مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. المقدم مبارك، مساء الخير. ما هو أبرز ما يميز هذه العملية الأمنية ويعطيها هذه الأهمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور. أكثر ما يميز هذه القضية أنها عملية نوعية، وأكثر ما يميزها الغطو على جميع أفراد العصابة اللي عدد حوالي 23، منهم 3 من الجنسية الآسيوية والباقي من الجنسيات البحرينية مثل ما ذكرت في التقرير. إضافة إلى القبض على الرؤوس الكبيرة في هذه القضية أو رؤساء العصابة. أضيف على ذلك أن ضبطنا كميات كبيرة من المخدرات، من الهيروين الخام، وضبطنا بعض أنواع الحبوب المخدرة، إضافة إلى بعض الملابس المشبعة بمادة الهيروين الخام وبعض الأجهزة المستخدمة في التجارة المخدرات، تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون دينار. إضافة إلى ذلك يميز هذه القضية قيام المجموعة بتحويل مبالغ نقدية إلى الدولة الأم من مملكة البحرين، تقدر حوالي 775,000 دينار بحريني تحصلوا عن طريقها من قيامهم بالاتجار بهذه المادة. مقدم مبارك، ماذا عن آخر التطورات بشأن عدد المقبوض عليهم وهذه القضية؟ بالضبط مثل ما قلت لك، الله يطول عمرك، وصلنا الى جميع الاشخاص تم القبض عليهم، هم عددهم 23 شخص، وتم احالتهم كلهم الى النيابه العامه بالمضبوطات بالمواد المخدره، اضافه للملابس المشبعه بماده الهيروين الخام اللي ان شاء الله النيابه العامه بتقوم بتسيل هذه الملابس الى الجهات المختصه بالادله الجنائيه والمختبر الجنائي بهدف نزع الماده الخام من الملابس ان شاء الله. الدكتور مقدم مبارك بن حويل، مدير اداره مكافحه المخدرات بوزاره الداخليه، شكرا جزيلا لك.